كنت متأكد إنك هتفكر وتحسبها صح. قولي بقى هنتقابل إمتى؟ لا لا لا، أجيلك فين؟ أنت اللي هتجيلي عشان نبقى بعيد عن أي قلق. أنا بعتلك لوكيشن بالمكان اللي هنتقابل فيه. مع السلامة. مصر نورت برجالة اسكندرية. الله يبارك لك يا باشا، مصر منورة بأهلها كلها. الله يخليك يا وائل. تعرف أنا كنت متأكد إنك محتفظ بنسخة من تقرير تحليل الدي إن إيه اللي اتعمل لسارة وفرح من فترة في اسكندرية. قلت برضو أكيد يعني قبل ما هتمسحه من على السيستم أكيد يعني هتاخد لك نسخة على فلاشة. إيه يا عم ساكت ليه؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا باشا، كلامك كله صح يا باشا، محتفظ بنسخة على الفلاشة، ولو ما كنتش احتفظت بنسخة على الفلاشة ما كنتش هتلاقي الدليل اللي بتدور عليه. تمام، أنا عايز بقى أشوف الدليل ده عشان أطمن. يا باشا هوريك الدليل، بس أنت كشتك جاهزة؟ باشا أنا كلمتي واحدة. أنت باشا زي الفل. بس في حاجة محيراني، إزاي الدكتور بتاع المعمل طلع إن فرح تبقى أخت سارة؟ أقول لك أنا يا باشا، واضح إنهم جابوا له العينة بتاعت أخت سارة فعلا. يعني التقرير طلع على هذا الأساس. أيوة يا باشا. أيوة فهمت. ومين بقى اللي جاب لك العينات دي؟ دكتور رمزي. دكتور رمزي؟ واكيد طبعا الدكتور رمزي قال لك بقى اخفي التقرير الاصلي من على السيستم بالكامل عشان يأمن نفسه. طبعا يا باشا قال لي كده، وكان لازم يأمن نفسه، مش عايز يسيب اي دليل ضده. بس انا بقى يا باشا سجلت له كل مكالماته ورسايله معايا كمان. اقسم بالله انت راجل زي العسل. الله يبارك لك يا باشا، بس هو اللي ما قدرنيش يا باشا. الناس دي ايديها ناشفه قوي، انما انا بقى عامل معاك واجب عمرك في حياتك ما هتنساه. حبيبي يا باشا انا عمري ما هنساك. بس امان عليك. ايه يا باشا؟ كل ما تفتكرني تدعي لي. ادعي لك يا باشا. جاهز بالفلاشه؟ جاهز بالفلاشه يا باشا. ادي الفلاشه يا باشا. جاهز بالكاشات؟ جاهز بالكاشات. ماشي يا باشا. حبيبي يا باشا. سلامت الله. انت راجل زي الفل. الله يكرمك. مش هنساك. حبيبي. حبيبي يا باشا، تؤمرش بأي حاجة؟ سلام الأهل اسكندرية. الله يبارك لك يا باشا. سلامة. سلامة. تحت أمرك. الله يخليك يا باشا. مع السلامة. تؤمر بأي خدمة يا باشا؟ الله يخليك. سلامة. 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 على فين يا عم وائل؟ ورا نورت. نورت ليك يا باشا، في حاجة؟ ليه كده بس يا باشا؟ ما أنت الدنيا تمام. ده أنا ماشي يا باشا. ماشي خلاص يا عم بالراحة. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.